السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس بنات المستقبل الثانوية المرحلة الأساسية الصف التاسع المادة الفيزياء. بحصة اليوم سوف نقوم بشرح قانون كولوم. انظر للصورة الآتية، بنلاحظ لما تقترب الشحنة الموجبة من شحنة موجبة مماثلة لها فإن القوى التي تحدث بينهم تنافر بيبتعدوا عن بعض. أيضا في حالة أن اقتراب شحنة سالبة من شحنة سالبة سوف تبتعد عن بعضهما وتتنافرا، لكن بشحنات مختلفة سالب من موجب صار بيناتهم تجاذب واقتربوا من بعض. دام هناك في تجاذب اقتراب وابتعاد لهذه الشحنات دليل على أن هذه الشحنات بيأثروا على بعض بقوة متبادلة، وهذه القوة المتبادلة بتنطبق أو بتتماشى مع القانون الأول لنيوتن. وبما أن مصدر هذه القوة هي شحنات كهربائية فهي قوة كهربائية، وبما أن هذه الشحنات الكهربائية بيأثروا على بعض عن بعد بمسافة فبيصنفوا من قوى المجال، حيث كل شحنة حواليها حيز أو منطقة بتظهر بها قوتها. سؤال: اذكر نص قانون كولوم. هو نص قانون كولوم إنه القوى المتبادلة بين شحنتين تتناسب تناسب طردي مع مقدار هاي الشحنات وتتناسب عكسي مع مربع المسافة. الملاحظات من القانون: بنلاحظ أن القوة الكهربائية المتبادلة تتناسب تناسب طردي مع حاصل ضرب مقدار الشحنتين، يعني كل ما زادوا هدول الشحنات زادت القوة الكهربائية. اثنين: إنه بتتناسب عكسي مع مربع المسافة، يعني مثلا قلت المسافة راح تزيد القوة الكهربائية، وهذا يتماشى أن القوة الكهربائية المتبادلة تخضع لقانون التربيع العكسي. رقم ثلاث: انه ينطبق خط عملها على الخط الواصل بين الشحنتين. هي القوى الكهربائية المتبادلة خط العمل تبعها على الخط الواصل بين الشحنتين. اربعة: بتكون القوة تنافر او تجاذب. قانون كولوم رياضيا يساوي أن القوة تساوي ثابت كولوم ألف مضروب في الشحنة الأولى في الشحنة الثانية تقسيم مربع المسافة. القوة لازم تكون وحدتها نيوتن، الشحنة بكولوم، المسافة متر. تمام. اشتق وحدة قياس ثابت كولوم. نكتب القانون مثل ما هو موضح أمامك، بعدين منعوض كل كمية فيزيائية بوحدة قياسها. القوة وحدة قياسها نيوتن يساوي ثابت كولوم ألف المجهول اللي أنا بدي وحدة قياسه، في شحنة أولى هي وحدة قياسها كولوم، في شحنة ثانية وحدة قياسها كولوم، على المسافة بالمتر. فا تربيع يعني متر تربيع، يعني متر في متر متر تربيع. بضرب ضرب تبادلي بيطلع نيوتن في متر تربيع يساوي كولوم تربيع. من وين اجت كولوم تربيع؟ اللي هي حاصل ضرب كولوم في كولوم، هي كولوم تربيع ضرب ثابت كولوم. انا بدي ثابت كولوم لحالها، فبتخلص من كولوم تربيع بقسمة كلا الطرفين على كولوم تربيع. بضل الف لحاله بالطرف يساوي النيوتن مضروبة في متر تربيع. الضرب بحوله لجوت في متر تربيع، والقسمة بتحوليها لكل كولوم تربيع. فصار معنا ألف تساوي نيوتن، ثابت كولوم وحدة قياسها ثابت كولوم وحدة قياسها تساوي نيوتن دوت متر تربيع لكل كولوم تربيع. ما الأمور الواجب مراعاتها لما نحل مسائل حسابية تتعلق بقانون كولوم؟ لازم نهمل الإشارة السالبة. الثانية إنه القوة الكهربائية المتبادلة بتكون على شكل أزواج، إنه قوة واحد اثنين تساوي قوة اثنين واحد ولكن متعاكسة في الاتجاه، أي لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه.
ثلاثة، إنه لما أوجد قوة محصلة على شحنة معينة بطبق قوانين القوة المحصلة. القوة المحصلة، قوانين القوة المحصلة، بحالة إنه كانت الشحنة أثبت عليها قوتين، قوة واحد وقوة اثنين، وكانوا بنفس الاتجاه، فالقوة المحصلة حاصل جمعهم. اثنين، إذا كانت القوة المتعاكسة بتأثر، يعني القوة بتأثر على شحنة معينة قوة معاكسة بالاتجاه، فالقوة المحصلة هي حاصل طرح الأكبر ناقص الأصغر، وبتكون اتجاه القوة المحصلة باتجاه القوة الأكبر. بحالة إنه كانت القوتين كانوا متعامدتان، فبعمل القوة المحصلة تربيع تساوي قوة واحد تربيع زائد قوة اثنين تربيع، باخد جذر الطرفين، فبتصير القوة المحصلة تساوي جذر القوة واحد تربيع زائد القوة اثنين تربيع. الأسئلة الإسرائيلية المتعلقة بقانون كولوم اللي راح نحلها مع بعض خلال هذه الحصة. السؤال الأول، وضعت شحنة مقدارها 5 × 10⁻⁶ كولوم على مسافة 5 سنتيمتر من شحنة مقدارها 125 × 10⁻⁹ كولوم. احسب القوى المتبادلة بينهما، علما بأن ثابت التناسب يساوي 9 × 10⁹. الإجابة راح تكون، أول إشي إحنا بنرسم الرسمة، الشحنة الأولى بتأثر عليها شحنة ثانية بقوة، بسميها قوة 2 1، يعني 2 بتأثر على 1 واتجاهها نحو اليسار نحو اليمين لأنه قوة تناثر بيناتهم. الشحنة الأولى بتأثر على الشحنة الثانية بقوة اسمها قوة 1 2، وهي قوة تناثر، فبتبتعد الشحنة الثانية. هنا احسب القوة المتبادلة بينهما، رح نبلش بحساب قوة 2 1 اللي هي ألف في شحنة أولى في شحنة ثانية على مربع المسافة تربيع، بعوض الثابت 9 × 10⁹ الشحنة الأولى 5 × 10⁻⁶ ضرب الشحنة الثانية 125 × 10⁻⁹ تقسيم مربع المسافة اللي هي 5 سنتيمتر لازم تتحول لمتر، فبتضربيها ب10⁻² لكل تربيع. بنعمل حساباتنا، بنربع 5 × 10⁻²، اللي هي ايش؟ 25 × 10⁻⁴. طيب احنا 25 مع 125 بنختصرها، فبضل بالبسط 5، فبصير معانا بالبسط 9 × 5 × 5، يعني 9 × 25 اللي هي جوابها 225. الأسس هلأ، 10 قوة 9 مع 10 قوة -9 بتروح لأنه بنجمع الأسس في حالة الضرب، بضل بالبسط 10 قوة -6 وبالمقام 10 قوة -4، وبحالة القسمة بنطرح، فبتصير -6 ناقص -4 يعني -6 زائد 4، بنطرح والإشارة للأكبر -2 نيوتن، واتجاهها مثل ما هو موضح احنا وضحناه بصورة باتجاه اليسار. نفس الفرع، ولكن أنا حسبت قوة 2 1، لازم أحسب هلأ قوة 1 2. قوة 1 2 ألف في شحنة الأولى في شحنة الثانية على مربع المسافة تربيع، أنا عوضت بكل شحنات على 5 × 10⁻². رح يطلع الجواب معانا 225 × 10⁻²² نيوتن، ولكن اتجاهها لليمين. شو بستنتج من خلال حلي؟ بستنتج انه قوة 2 1 تساوي قوة 1 2، يعني القوة المتبادلة بتتماشى مع قانون نيوتن الثالث اللي هو بيحكي لنا لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. السؤال الثاني، شحنتان نقطيتان تجلبان بعضهما بقوة، إذا زادت أحدهما إلى 3 أمثال ما كانت عليها فإن القوة تصبح ماذا؟ رح نكتب القانون أول إشي، بعدين حكينا الشحنة الأولى زادت يعني صارت 3 شحنة أولى، فمنحسب قوة ثانية ب
التعويض الثابت ما تغير، ضرب الشحنة الأولى صارت 3 شحنة أولى، ضرب الشحنة الثانية ما تغيرت، على مربع المسافة تربيع ما تغيرت. لو عملنا على نقل 3 يعني نفس الطرف عملنا له إزاحة شوي هيك، راح تصير 3 في ألف في شحنة أولى في شحنة ثانية على مسافة تربيع. شو هي هاي الألف في شحنة أولى في شحنة ثانية على مسافة تربيع؟ اللي هي قوة 1. فقوة 2 شو بتساوي؟ 3 لزحتها ضرب شو ضل؟ ألف في شحنة أولى في شحنة ثانية على مسافة تربيع اللي هي قوة 1. بستنتج انه الشحنات اذا زادت واحدة منهم الى 3 اضعاف رح تزيد القوة ل3 اضعاف، لو زادت الى 4 اضعاف رح تزيد ل4 اضعاف، لو زادت 5 اضعاف رح تزيد الى 5 اضعاف. السؤال الثالث رح نناقش بحالة انه قلت المسافة الى الربع. نكتب القانون كولوم عنا كتبناه، بعد ذلك انه المسافة 2 قلت يعني صارت فا 2 تساوي ربع مين؟ فا 1. بنيجي بنحسب قوة 2 بتعويض بدل فا 1 فا 2 ربع، يعني قوة 2 شو بتساوي؟ ألف ما تغيرت في شحنة أولى ما تغيرت في شحنة ثانية ما تغيرت، على المسافة قديه صارت؟ ربع فا 1، يعني بشيل الفا 2 وبحط بدالها ربع فا 1 تربيع. الربع حال شو تربيع؟ ح 1/16، فصار البسط على 1/16، كأنه كيف بنعملها؟ 16 بنطلعها لفوق، فقوة 2 شو بتساوي؟ 16 اللي هي اجت من وين؟ من يعني بسط على 1/16، 16 بتطلعي للبسط، فصارت 16 في ألف في شحنة أولى في شحنة ثانية على مسافة 1. هاي ألف في شحنة أولى في شحنة ثانية على مسافة 1/4 اللي هي قوة 2، عفوا قوة 1. بتصير معانا، فبتصير معانا قوة 2 تساوي ايش؟ 16، وشلنا الألف في شحنة أولى في شحنة 2 على مسافة 1/4 شلناها وحطينا بدالها قوة 1. شو صارت؟ القوة 2 تساوي 16 قوة 1. فهذا بفهم منه لو قلت المسافة إلى الربع إنه القوة بتزاد إلى 16 ما كانت عليه، لو قلت إلى الخمس رح تزيد القوة إلى 25 ضعف ما كانت. السؤال الرابع، كرتان صغيرتان مجموع شحنتيهما 10/10 قوة -6 كولوم، والمسافة بين مركزيهما 2 متر، وكانت القوة المتبادلة بينهما 3.6/10 قوة -2 كولوم، 3.6/10 قوة -2 نيوتن. احسب القوة المتبادلة بينهما علما بأن ثابت التناسب 9/10 قوة 9. نكتب القانون أول شيء، بعد ذلك انه السؤال اعطانا مجموع شحنتيهما يعني شحنة اولى زائد شحنة ثانية تساوي 10/10 قوة -6، بتخلي واحدة من الشحنات موضع القانون. انا خليت الشحنة الثانية موضع القانون ونقلت الشحنة الاولى للطرف الثاني، فصارت شحنة 2 تساوي 10/10 قوة -6 ناقص شحنة الاولى. بنعوض قيمة الشحنة الثانية في القانون، فبصير معانا انه القوة 1 تساوي ألف في شحنة أولى، شحنة ثانية عوض بدالها اللي هي 10/10 قوة -6 ناقص شحنة أولى على مربع المسافة تربيع. الآن القوة هي عبارة عن 3.6/10 قوة -2 نيوتن، عوضت بدالها تساوي ثابت كولوم 9/10 قوة 9. في الشحنة الأولى بتعملي عملية توزيع إلها للقوس، فبتصير 10/10 قوة -6 في شحنة أولى ناقص شحنة أولى في شحنة أولى هي شحنة إيش؟ شحنة 1/4، تمام؟ تقسيم المربع المسافة اللي هي 2/4، ضربي ضرب تبادلي 3.6/10 قوة -2 ضرب 2/4 هي 4، تساوي 9/10 قوة 9 ضرب 10 قوة -6 في شحنة أولى ناقص شحنة أولى 1/4. نتخلص من الثابت اللي هو 9/10 قوة 9 بقسمة كلا الطرفين،
على 9 ضرب 10 قوي 9. 3.6 هي 36 ضرب 10 قوي ماينس 1 ضرب 10 قوي ماينس 2، بتصير 36 ضرب 10 قوي ماينس 3، لأنه 10 قوي ماينس 1 وال10 قوي ماينس 2 بتجمعيها في حالة الضرب. 36 مع 9 بتختصريها، فبضل بالبسط 4 ضرب 4 اللي هي 16 ضرب 10 قوي ماينس 3، -3 10 قوي ماينس 3 مع 10 قوي 9 بنطرحها لأنها في حالة القسمة، فبتصير -3 ناقص 9 هي -12 تساوي 9 ضرب 10، شلناها بضل بالطرف 10 ضرب 10 قوي ماينس 6 في شحنة أولى ناقص الشحنة الأولى تربيع. صار معانا معادلة تربيعية، نعمل على ترتيبها، بننقل الطرف الأيسر لليمين، فبتصير بحط الشحنة الأولى تربيع أول إشي ناقص، ليش صارت سالب؟ لأنه نقلتي 10 ضرب 10 قوي ماينس 6 الشحنة الأولى للطرف، فبتصير سالب إشارتها، و16 ضرب 10 قوي ماينس 12 ضلت بهذا الطرف. هلأ بنفتح قوسين وبنحلل. كيف بنحلل؟ 16 هي حاصل ضرب 8 في 2 أو 4 في 4 أو 16 في 1، أي الخيارات هاي رح تعطينا 10 ضرب 10 قوي ماينس 6 اللي هي 8 و2، حاصل جمعهم إنه 8 و2، بيكون إشاراتهم سالب، لأنه سالب 8 ضرب 10 قوي ماينس 6 وسالب 2 ضرب 10 قوي ماينس 6 هي حاصل جمعهم سالب 10 ضرب 10 قوي ماينس 6. تاخدي القوس الأول بتساويه بالصفر، فبتطلع معادلة معك الشحنة الأولى 8 ضرب 10 قوي سالب 6، منها الشحنة الثانية 2 ضرب 10 قوي ماينس 6، تمام، لأنه مجموعهم 10 ضرب 10 قوي ماينس 6، فبتطرح 10 ضرب 10 قوي ماينس 6 ناقص 8 ضرب 10 قوي ماينس 6. بتاخذ القوس الثاني اللي هو شحنة أولى ناقص 2 ضرب 10 قوي ماينس 6، بتساويها بالصفر وهي معادلة، فبتطلع معنا الشحنة الأولى 2 ضرب 10 قوي ماينس 6 ومنها الشحنة الثانية 8 ضرب 10 قوي سالب 6. أو بالعكس، كيف يعني بالعكس؟ حسب افتراضك في البداية مين اللي خليتي موضع القانون، احنا خلينا الشحنة الثانية موضع القانون. لو انت بلشتي انه خليتي الشحنة الاولى موضع القانون، رح تظهر معك انه الشحنة الثانية تساوي 8 ضرب 10 قوي ماينس 6، يعني نتاج هذا الحل انه بيطلع معانا واحدة شحنتها 8 ضرب 10 قوي ماينس 6 والتانية شحنتها 2 ضرب 10 قوي ماينس 6، لانه ما حدد لي مين الشحنة الاكبر او الاصغر، ما حدد لي بالسؤال، فبالتالي اما احداهما رح تكون 8 ضرب 10 قوي ماينس 6 والتانية رح تكون 2 ضرب 10 قوي ماينس 6. السؤال الرابع، شحنتان نقطيتان، واحدة 25 كولوم والثانية 100 كولوم، بيناتهم المسافة 3 سنتيمتر، حطينا شحنة ثالثة، نرسم الرسمة ما هو موضح معاك. الشحنة الثالثة كانت القوة المحصلة عندها تساوي 0، طيب مين القوة المحصلة اللي بتأثر على الشحنة الثالثة؟ هي الشحنة الثانية والشحنة الأولى. الشحنة الثانية بتأثر على الشحنة الثالثة، بسميها قوة 2 3 واتجاهها لليمين لأنه صار تنافر. الشحنة الأولى بتأثر على الشحنة الثالثة بقوة تنافر لليسار، بسميها قوة 3 1. هدول القوتين لازم يكونوا متساويتين في المقدار ومتعاكستين في الاتجاه. متعاكستين في الاتجاه أثبتناها، متساويتين في المقدار حتى تكون القوة المحصلة تساوي 0. قوة 2 3 هي عبارة عن إيش؟ قبل ما نعوض القانون لازم نفترض مسافات. احنا نفترض انه بعد المسافة شحنة اولى عن شحنة الثالثة، لو افترضتها انها فا، طيب قدي بعد الشحنة الثالثة عن الشحنة الثانية؟ 3 ناقص فا. ليه؟ لانه بين الشحنة الاولى والشحنة الثانية 3، انتي اخدتي منها فا، فضل 3 ناقص فا. يمكن تفترضي انتي لا، انه الشحنة الثالثة بتبتعد عن الشحنة الثانية فا، فقديش رح تكون شحنة اولى عن الشحنة الثالثة؟ هذا حسب افتراضاتك انتي، تمام؟ الآن نكتب القانون. ألف القوة 2 3 هي ألف في شحنة ثانية في شحنة ثالثة على قديش؟ 3 ناقص فا
بربي لأنه مسافتها شحن الثالث عن الثاني هي 3 ناقص فا، وبربعها تساوي قوة 3 واحد هي ألف في شحنة أولى في شحنة ثالثة على إيش أنا افترضت فا تربيع. الألف مع الألف بتروح، والشحنة الثالثة مع الشحنة الثالثة بتروح، تمام؟ بضل بالطرف شحنة ثانية على 3 ناقص فا لكل تربيع تساوي شحنة أولى على فا تربيع. الآن منعوض إحنا الهادي، فبتصير معانا بتعوضي الشحنة الثانية هي عبارة عن الشحنة الشحنة الأولى هي 25 على فا تربيع اللي هي بعدها عن الشحنة الأولى تساوي إيش؟ 100 على إيش؟ قديش بعدها عن الثانية؟ 3 ناقص فا لكل تربيع. تاخدي ايش حتى تخلصي من التربيع بدل ما تفكي القوس وبعدين تضربي، ناخد جذر الطرفين، فبصير معانا 5 على فا تساوي 10 على 3 ناقص فا تربيع. تضربي ضرب تبادلي فبتصير 5 مضروبة في 3 ناقص فا اللي هي 15 ناقص 5 فا تساوي 15 ناقص 5 فا تساوي 10 فا، انه ضربت العشرة في فا، انه عملنا ضرب تبادلي، تمام؟ فبتصير هاي المعادلة 15 ناقص 5 فا تساوي 10 فا، بتجيب الخمسة فا للعشرة فبتصير 15 فا على 15 كلا الطرفين، بتطلع معنا المسافة 1 سنتيمتر تبعد عن الشحنة الأولى، وقديش بتضل لها من 3 2 سنتيمتر عن الشحنة الثانية لأنه بيناتهم 3 سنتيمتر. السؤال الخامس، شحنتان نقطيتين الأولى 2 مايكرو كولوم والثانية سالب 6 مايكرو كولوم، المسافة بينهما متران، فإذا وضعت شحنة ثالثة مقدارها موجب 4 مايكرو كولوم في منتصف المسافة بينهما، احسب القوى المؤثرة في الشحنة. لازم نرسم أول إشي الرسمة، رسمتها وحددت المسافات 1 متر، بده القوى المحصلة على الشحنة الأولى. نكتب الشحنة الأولى بتأثر عليها شحنة ثالثة بقوة تنافر لليمين، وشحنة الأولى الشحنة الثانية بتأثر على الشحنة الأولى بقوة تجاذب تجذبها لإلها وبتكون اتجاهها لليسار، فبنحسب كل واحدة منهم بتعويض. القوة الثانية هي ألف في شحنة أولى في شحنة ثانية على مربع المسافة تربيع، بعوض تطلع معي 27 ضرب 10 قوة ماينس 3 نيوتن واتجاهها لليسار. قوة ثلاثة هي شحنة ثلاثة على الشحنة الأولى، يعني ألف في شحنة أولى في شحنة ثالثة على مربع المسافة تربيع تساوي، منعوض بدالها، ليش كتبت 1 متر؟ لأنه المسافة بيناتهم 1 متر، 72 ضرب 10 قوة ماينس 3 نيوتن في اتجاه اليمين. هدول القوتين متعاكستين في الاتجاه فبطرحهم من بعضهم وبتكون باتجاه القوة الأكبر، ف 45 ضرب 10 قوة ماينس 3 نيوتن باتجاه مين؟ القوة الثالثة، أي نحو اليمين باتجاه القوة الكبرى، لأن القوة الأكبر كان مقدارها هي قوة 3 اللي أثرت على الشحنة الأولى. يعطيكم ألف عافية مدارس بنات المستقبل الثانوية، اسم المواد العلمية.